ميو أبو يا شعيب قاركود وقت رئيس كحاضرين صفقة قواريتا وانا اي حد بشكل غلانشيها لغراها دادك سومالي دا يوغيستين مودداس هل يهورا داها يما تمرسا بوايس كومرين هل كان ياسسي شرعي وافقسن لوغ حسابين ايا لمان دنبية دي اي غلين اي دي سنة كواد ميو عمر احمد او افقر الشجد تاي معروف سنة كماركو وها لبضو كوني توبانكي ايو دقمد افقوي كغبيري مليشيه دا اساقو كفكر خاتي نلغو مقا عبو مزامل انا قرال وانا هاي قرال كان اهينا شواب واكو بير لوضو كون استقال كان كو بير وحان النقضة حسبو وجوكتو جلب طاو باركالية وقت يسو ها تضو بلود ايانا لغو باري هوب كان نعيدي سكال دوان سيدا AK-47 BKM RBG مايو ايانا كاقب غلالبي توان ويرر او بدن كود كدعي شاب الله دحي ويرر كي كواد ايا كدعي ديگان كحي او كاتسان قبل كجوبادو هوسي كاسو لغو قاضي فرسما عيدن كحوغة دلك سوماليين ايو كوا مسون هالكاسي هاي كلا هايين وحا كلو ديوان كيسا كجرا ويرر جيد قويا هاو دوبلي كدعي ايا دقال عيدا مدى قرن كلا قولا قري داق مدى افمدو اين تاسي كدب شبه الله دحيا يا لوسو وريجيي وحان مركا لو كاقي بك هالا بادو كوني لباتن كي ويرر كي قليمو كدعي تضبي توان كي بشي كواد لبادو كون سدحي لباتن ويرر فولي لماها وصباح رورا كدعي تولادا حوالي تضبي توان كي بشي كواد لبادو كون سدحي لباتن اين كوشي يدين سراكيلي اسكار قرن كوا ديجيي ونكامي دها كورنيل ابشر محمود شاتقي اذا سناها لباد ابو عبدو عبد الله ايا اسنا جيلبس كديوان جيلي سند كمركو ها لبادو كوني لباتن كي توبر كليه سدح بلود ها كدب هورجوغي سبقار ايا كود رجبات كد غالنتا قبل كشب الله دحي ابو اذا سناها كواد ايو لو داقا كغيب نقشد ويرادا شب الله دحي كدعي ما دام اي هل جبات كغوتر سنايان وحاسو اولا غاري ها لبادو كوني كوي لباتن كي وير مليشي داي كو قادي حرد حاوتاكو يدقمد بلعد لابا جرنا ها اينو كجرتي بيكسيك ايدا عد الراديو بلعد او بربرون اي بللقو اي سوق درين لابا دا ايدي سنه سيدو كان لابا دا كون سدحي لباتن داقال قاد ما اها اينو بديوت كو قادين كنترول دا عيدمد دولد كل هاين تولد قليمو ايو كاقبها شعيب علي حسن ايدي سنه سدحاد لابا دا كوني توبانكي ايو سنه جيليب قواريتا كغبيري وحان الله عركي توماسن كدب قبير كهول قلي كرا عاسمدا انو قبتو شقادا اندين دين تقوبها لويريو iya dadka la dilay darteed ayuu mushaar $45 aha bil kasta kaga qaadin jiray horjoogiisa Cali Gaab isagoo si gaar ah kaga horgeli jiray degmooyinka hodan wada jir dharkeenley waxana si isbuuc la ah uu u gudbin jiray xogta dhaqaaqa kontrolada ciidamada amniga ee ku yaala isgooyska korontada argada Sebiano Berta Jaadka iyo Macalinuur lama amniga oo muddo ku raad joogay shabakadan ayaa howlgar gaar ay ka fuliyeen caasimada ku fashiliyay dhagartooda waxaan lagu guuleystay in gacanta lagu soo dhigo dhamaantood baraka tirsan niza ayaa maxkamada la wadaagay natiijada kasoo baxday baaristiisa ku xigeenka xeeraliya guud ee ciidamada qalabka sida xeeraliya xasan tarzan ayaa garsoorka weydiistay saddexnaadaysana lagu xukumo ciqaabta u qalanta waxa ay kasoo qayb qaateen eedaysanaha koobaad iyo eedaysanaha labaad dagaalo ka gooban 12 dagaal oo mid kastaba ku dhimanayeen wiilal Soomaaliyeed sidoo kale saraakiil qayb badan iyo halka ku dhimat halka eedaysanaha saddexaad shucayb علي حسن عبدو و اها بساس وصوب بساسا غوبها عيدمدو اي كسوغن يهن يدفاعيدا اي ددكا اي شخصياتو يديلايان ايديسنياشو وخا اي كاتيرسانايين كوخدا جبهادها اي كدغالانتا غوبلدا توبركا ماركي جيلب كو قاتن وخا لو بدلي جبهادا كدغالاما غوبلدا غدو اي جوبدا هوس اي شبيلدا دخه وخي كسو قيب قاتن دغالا فار بدن او كا كوون 12 دغال وخا لو سو بدل ماركي دنبو غوبلكا بنادر سي اي او غيستان dilalka dhagaraha ah eedaysanaha saddexaad waxa uu si gaar ah u la shaqeynayay eedaysanaha koobaad iyo labaad asigoo qorshihiisu ahaa inuu u soo basaaso u soo indheeyo dadka la dilayo ama kontrolada la weeraray waxa uu qirsan yahay oo maxkamada horteeda ka qirtay eedaysanaha saddexaad inuu soo basaasay ama soo indheeyay kontrolada Sebiano iskooyska korontada argada iyo beerta jaadka iyo bar control oo ku taalo Macalinuur mudan gudoomiye garsoore maxkamada sharafta leh mar hadaan soo bandhignay ama ba soo gudbina cadeeman ku filan eedaysanayaasha ayagana ay qiraal yihiin aan soo bandhignay burburka ay u geysteen idaacadda radio Balcad weerarkii Balcad ay ku ay ka geysteen waxaan codsanaynaa oo codsigan ugu dambeeyaha uu yahay in lagu qaado qodobada aan ku soo eedeynay eedaysanaha koobaad iyo eedaysanaha labaad waxa ay si cad ugu xadgudbeen qodobada qodobka 6aad farqadiisa 2aad qodobka 8aad qodobka 10aad qodobka 17aad farqadiisa 2aad iyo 2aad iyo 3aad iyo qodobka 8aad
xeerka la dagaalanka argagixisada oo la akhriyo qodobka koowaad xeerka ciqaabta ciidamada qalabka sida qodobka shanaad muxuu dhigayaa qodobka shanaad wuxuu leeyahay qofkii ka qayb qaata fal argagixisada ee ka dhalata dhimasho waxa lagu ciqaabayaa xarfki qodobka shanaad xarfkiisa a wuxuu leeyahay qof kasta ee ka qayb qaata fal argagixisa oo ay ka dhalata dhimasho waxa lagu ciqaabayaa dil ciqaabtiisu waxay noqonaysaa dil eedaysanaha saddexaad shucayb cali xasan cabdow asigana wuxuu u galay amaba uu ku xadgudbay qodobka lixaad farqadiisa labaad qodobka labaatan shanaad ee xeerka la dagaalanka argagixisada oo lala akhriyo qodobka koowaad xeerka ciqaabta ciidamada qalabka sida waan codsanayna asigana codsigeena ugu dambeeya uu yahay in looga xukumo ciqaabta ugu adag maxkamaddu way mahadsantahay abuukaatiyaasha difaaca iyo eedaysanayaasha ayaa iyana dhankooda codsaday in muwakiliintooda loo fiiriyo si fifaalaha dembiga fududeeya muwaakiliinteyda markii eedooda loo jeediyey 304 waxay ku jawaabeen markii laga reebo mayow dood sharciyan ka qaba uu yidhi aboona wuxuu yidhi waxaan shaqo ku leeyahay oo eedaas aan ka galay ma jirto shucayb asigana sidaasoo kale markii loo jeediyey eediisa wuxuu ku jawaabay wax shaqan ku leeyahay ma jirto marka aan ka soo qaado mayow xafiiska xeerilaalinta iyo baarihii kiiskuba waxay ku sheegeen qodobo tiro badan iyo dagaalo tiro badan inuu ka qayb qaatay maanta maxkamadda horteeda uu taagan yahay mayow wax dagaal ah oo qayb iska ahaay amba horaasu soo maray midna ma jirto mayow wuxuu noo sheegay hadda maxkamadda horteeda wuxuu yidhi waxaan ka qayb ahaay qolada shabaab horta wuxuu yidhi waa ku biiray qaybta lagu magacaabo xisbida weligeyna wuxuu yidhi dagaal ma gelin waxayna igu dambeeyay igu horeysay 2009kii waxaana ka baxay 2015 marka maanta waxaa tixgelin leh intii maxkamadda horteeda mayow iska caddeeyey tixgelinta koowaad waa intaas waxaa ku xigay abow abow ma sheegin meel shabaab isku mid noqday ma sheegin meel isku soo dagaalamay ma sheegin xataa hal habeen isla seexday amba shabaab agtiisa istaagay midna ma caddayn qiraalna uma aha mana sheegin waxaa soo haray ninka la yidhaaho shucayb cali xasan wuxuu ku dhashay jilib waa sax haddeerna wuxuu degan yahay xaafadda degmada wadajir khaasatan xaafadda xaawataako oo siliga ameerikaanka asigana wax shaqo ah oo maanta isku leeyahay ma jirto sababtoo ah waxa uu sii dheerba waa curyaan asiga nin dhegaha la waaye ma maqlo sidiisa kale haddeen nin dhimadhiman wah waaye oo marna iska tago marsoo joogaabi waxaa la yidhi maskaxdiisa ay baxdaa sidii hooyadii dhashay ayay caddayso maantana maxkamadda ay hortaagantahay nafteeda warka shucayb laga sheegaayo oo ah wuxuu ahaa basaas maanta asigana wax qiraal isu yahay malaha siliga iyo kas control iyo meesha la sheegayna wuxuu xaafadiisiiba waay meeshii isdegenaayey oo hooyadiisii ay u deganeed intaasoo waaye wax kaleo meesha yaallo oo maanta shucayb lagu soo eedayo malaha xafiiska xeerilaalintane muwaakiliinteyda wuxuu ku soo eedeeyey qodobka shanaad farqadiisa koowaad iyo qodobka lixaad farqadiisa labaad iyo qodobka sideedaad tobnaad 7-10aad farqadiisa koowaad labaad saddexaad iyo qodobka 18aad oo ah shucayb iyo abow intaasoo qodoba soo saaray qodobada eedda markii la keenayo waxaa shardeh horta intii qufoodoo dagaalka la sheegay intii qufoo dhimatay nimakaa ma yaqaaniin xafiiskiina ciddii u sheegtay inaa maanta ay keenaan ay ahayd hebel iyo hebel iyo hebel maxaa yeelay ninka intaas sheegaayo iyo dagaalladii qaybta ay ka dhacday
نمن ولغو تيغو مبا اهب سي ايغا ايشاغن ماركا وحا سو هاري شعيب وحا لو سو ايدي قضب كل حاد فرقديس لباد يو لباتن ايشاناد او بساسن ما يو اللي حادو ارغيحس كمن نقوش ارغيحس اه شعيب اني ماركا ورستي وحو ايشاغي انو لبو كن طوان يو افرتي انان جلب ميل كتالو حاره اي كو حاريين طوان بري قدهودني هويدي داشي اني اتكتي و اي تيري نيكان و دغول وحن ما مقلو وحن ما اخريو حاليسي محيال لين اسكول لغي عم بوحل باري من ما هورتيسي اكسو ودي كدبنا ماشي واكسو قورين وحيسو دغين حمر نين كور لغ الاليو سيدي ولالهيسا يهويدي داشي شاكين ولغيس بو واحد تيري واح شباب ما مقلن ماركا محكمة شرفت له ما دام حافيسكا يغرسور حافيسكا لالنتا يبار ياشي ايسا كينن عدامو لو حوجيو او لو عسكدو او ديراد اه او لو كالمي قوضو بدان ترد بدان او حير كالدقال لنك ارقاق حسيدا ما دام ايسا كينن بقول يطبان بقول لحذين اسده عدان قوضو بدان لو حوجيو او ديس الجلسة ملكي او لكينن صهري ابو يو شعيب شعيب هرتو عريان حافيز كعرال انت ايهد انا مر هوري ارنتا داي اوغات انو دقاه لا ايهي انا ارنتاس انا ما انت ماشا لكينا مهنو ارنتي سيكا اللو حالي ايهد ابوني ما انت وحقرال اه ومحكمة دهور تيدا اسكسو جيدي ام اسو شاقي مدن مجرد سيداس درتيد لبادان ابو يو شعيب محكمة ده شرفت له وها كعود سنايا ايضو اتوحي قلنيسو حيركا هبكا عقابتا صوماليا ما داما قضبو وارقق حيسو الوسو ايدي نمبر كو هرتو قربو قضبو داس انا يديدو محكمة ده بدل كنا ايو قادوتو قضبكا بقول لواتن يو اللبا حيركا هبكا عقابتا صوماليا محكمة ده شرفت له ومهزنت وحان محكمة ده شرفت لك عد سنايا إن ميو أتيحي جلسين أو قرتي إن أو كميت آه سبدا وحفل أهلي إن مسن جلسين أما أوسن خيف قادن سداس دراج دي محكمة ده حاكو عد سنايا إن لو فيري أسبابها فوضي إقافتا لونا عسكدو قضبك أفرتن إحيارك إقافت سوماليا مر هذه حفيز كحر إلى أنت إكيري ويسا عديم كفلان أما عديم حجوكو نقوم كرو إيري إيساني ياشا لوضع إيري إيساني ما دام إيسان محكمة دهورتي ذكا خيراني مر هذه وح عديم أهكيني حفيز كحر إلى أنت محكمة دهاكو عدساني إلا إلا سيدة سيدو أوقو قضبك بقول الله تاني إلو حيرك حبك عقاد سوماليا محكمة شرفك لو إيمات سنتا gaashaan asare xasan cali noor shoote gudoomiyaha maxkamada darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaan ugu dambeyn fadhigan soo xiray xaji fataax xiyaar warbaahinta qaranka muqdisho